عندي مكتب استشارات هندسية في دبي، موجودين بقالنا أكتر من 30 سنة هناك، متواجدين في الإمارات. خبراتنا متنوعة طبعا في مشروعات كتيرة، عملنا مشاريع أبراج سكنية بتتعدى حوالي 80 دور أعلى حاجة عملناها، وفي مشاريع بتتنوع ما بين 40 دور و60 دور. عملنا فنادق بجميع مستوياتها 4 ستارز و5 ستارز، وكذلك برضو مراكز تجارية عملنا. ففي كم من المشروعات على مدار 30 سنة يتعدى 700-800 مشروع، والحمد لله حضرنا النهضة كاملة بتاعت دبي، وده كان ادانا نوع من المشاركة في النهضة اللي حصلت في دبي، اللي هي وصلت لمرحلة ان كانت دبي فعلا بتتحول كأنها متحف. دي بداية الشراكة مع شركة في ديفلوبمنتس والمهندس اسماعيل حجازي، تبقى بداية مثمرة إن شاء الله للتعاون بيننا، بحيث الاستفادة من خبرتهم هم كشركة ليها باع طويل في المجال وليها خبرة في مجالها اللي هي بتشتغل فيه في العقارات، وفي نفس الوقت تبقى استفادة من الخبرات المتواجدة عندنا، بحيث إن احنا يبقى عندنا القدرة إن احنا لينا مساهمة برضو في النهضة اللي موجودة دلوقتي والتطور اللي حاصل في مصر بصفة عامة. عندنا كذا منطقة فيهم تطور طبعا. اسلام البغدادي رئيس مجلس إدارة شركة فيلي للاستثمار والتطوير العقاري. ده بروتوكول ما بيننا وما بين شركة العصري، دي شركة استشارات هندسية من أكبر الشركات الموجودة في دبي على مدار 32 سنة. نازلين إن شاء الله نقدم حاجة في سوق العاصمة الإدارية وفي سوق العقارات في مصر، حاجة إن شاء الله هتكون مختلفة زي اللي قدمناها قبل كده في دبي. عندنا مجموعة من محافظة الأراضي اللي موجودة في داخل العاصمة الإدارية، طبعا موجود مشروعات بكذا نشاط مختلط زي مشروعات تجارية، مشروعات إدارية، مشروعات فندقية، وعندنا مشاريع كمان سكنية موجودة هننزل فيها خلال الفترة اللي جاية إن شاء الله. أنا اسمي أحمد صفي، مدير مبيعات شركة في ديفلوبمنت للتطوير العقاري. إحنا دلوقتي بفكر جديد إن شاء الله في السوق العقاري، وكان أهم اختياراتنا كشركة في إن هي تكون موجودة في أهم وأميز منطقة دلوقتي في العاصمة الإدارية وهي الداون تاون. بجد مهتمين بالعاصمة الإدارية لأن هي دي الفيجن بتاعت مصر إن شاء الله، وطبعا فكرة العاصمة إن هي تتنقل وتبقى بالحجم دوت، فأكيد لازم يكون لنا فيها دور.